كل حاجه غاليه يا ابني، ودلوقتي كل الناس بتقول لك هو السبب، هو اللي لا مش هو، حرام حرام. اما اقول هو حرام، حضرتك شايفه مين السبب؟ طيب ايه حضرتك شايفه مين السبب؟ السبب الغلا، الوزر مش عارفين يحطوا قوانين، مش عارفين يعملوا حاجه. المفروض يحطوا حاجه يخلوا الناس تبقى معاهم. تمام، ربنا يا ابني يرخص في مصر، وانا بحبه والله العظيم، ده انا بتخانق كل يوم وحياه ربنا. اه والله بتتخانقي؟ اه والله. ليه بتتخانقي ليه؟ اه ده مغلي الدنيا، ده مغلي الحاجه، ده كل حاجه غاليه، ده هو اللي مش هو يا ابني والله. فانت عارف بقى بتدافعي عنه؟ والله بعناية، والمصحف بعناية. انا يعني ربنا يديله الصحه، وهو في مؤتمر بعيد وبيجي يعني تعبان وبيجي، كتر الف خير يا ابني، كتر الف خير مع الشعب ده. طب وحضرتك بتتخانقي مع مين بقى كل يوم بخصوص الرئيس السيسي؟ يعني الاولاد، الجيران؟ لا الجيران ايه، مغلي الحاجه يا حاج. اه انت بتحبيه مغلي؟ طب ما انا مش بيغلي الحاجه، هو مش مغلي، اللي وراه اللي مغليين. هو مال، هو ذنبه ايه؟ هو ما ذنبوش حاجه. وحضرتك بتحبيه؟ قوي 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 قوي، والله 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 بعد ربنا. تقولي ايه؟ انا طيب؟ معايا ابني واحد. تمام. والله اكتر من ابني، واقسم بالله اكتر من ابني. شفتي بقى؟ طب تقولي له ايه بقى دلوقتي؟ اقول له ربنا يزيدك من نعيمه، وربنا يسترها معاك، وربنا يقف معاك باللي انت فيه.